خالد الباشا. علاش؟ هاي مشكلة تصير في البلاد يطفيها هو. الوحيد اللي يستحقها هو خاطر ولد حوم تاعي باش نفهمك. نعطيها شو اسمه هو جمال بن بريك. جلال بن بريك. نعطيها له ديريك. اللي كل واحد نزل الباردو في 2013 هذاك اللي هو يستاهل الجيش. ما فماش واحد اخر خاطر هما اللي غيروا المشهد السياسي. بيرسون واحد يستاهل. واحد يستاهل الجيش في تونس. خاطر كلهم في كونفلي. كل حد يستاهل. كل شيء يراو فيه دوام لما سمعوا بالاكتواليتي كل شيء معناها حديث كامل طيب. نسيان معناها مسكين باريا على الاخر لعبت تظلم فيه فهمني ديما لفقوا له في الريب كذا وخاكي دونك هو يستحق جائزة نوبل السنة. باش تعطي جائزة نوبل للسلام، جائزة الحرب للسلام، جائزة اسرائيل للسلام. دايار شمال دايار بيد وخلال جائزة نوبل للسلام. كان نعطاها الفادي، فادي الشباح هكا تاع البسكولة نعطاها لهذيك. ما فهمتش علاش يعطيو فيها انا جائزة السلام، يعني هذي جائزة نوبل السلام، ما نعرفش شنو هي المأتم نتاعها والغيزون معناها غيال نتاعها. هاو دونك باهتين ماذا بيا نعرف علاش. حتى طرف ما يقدر يكون يسحقها الجائزة نوبل السلام. تبني مش تهدم. نوبل السلام تصلح الفساد تصلح الدنيا مش تزيد فيه. وهذوما للأسف زادوا في الفساد وزادوا في الظلم وزادوا في الاستبداد. كيفاش تقول لي يسحق؟ من راح حتى بصراحة ما نعطي حتى حد، حتى حد ما يستحق الجائزة هذي. كيك في البلاد داخلة في حيطه وما يعطيو في جائزة نوبل ولا شنو هاك تشوف مرة يذبحوا مرة كل مرة كيفاش كل مرة حكاية في تونس شنو كيفاش جائزة نوبل هي. الشخصيات التونسية اللي نعطيلهم جائزة نوبل للسلام هم مازالوا مش موجودين ما شاء الله يتوجدوا. اللي يخموا في تونس قبل ما يخموا في روحهم. اللي ما يراوش الحزب اللي عارضهم علو. هذوما نعطيهم جائزة نوبل للسلام، لكن اللي عنده برنامج، سيرتو اللي عنده برنامج باش يهز ولا باش يطور من قدرة الشرائية للمواطن، باش يطور في اقتصاد البلاد، باش يطور في ثقافة البلاد، اللي يطور البلاد بصفة عامة. لكن هذا يظهر لي مازال يبدا شوية. برا نقولوا سامي الفهري يا خويا. الباجي. ها؟ علاش؟ خاطر الباجي يعرف تونس. ويستاهلها في كل حاجات معناتها عارف البلاد وخدم برشا مناصب وسمعته طيبه هذاك علاش كلكا ينجم يعطي بلوس للبلاد معناها ممكن عبد عمل نوفوتي في الفيزيك في المات في الشيمي انجينيور في حاجه ما عنديش هكا بيرسون جمعت البوليتيك لا No way. جائزة نوبل للسلام عطاوها للرباعي الراعي للحوار قالوا على خاطر حقنا للدماء وما نعرفش انا يظهر لي ثم عباد اللي هم يمثلوا الترويكا هم اللي تنزلوا على الحكم حفاظا على دماء التوانسة وحفاظا على الفتنة وعلى المشاكل وكذا نورمال مو يستاهلوها هما نورمال مو. جائزة نوبل نعطيها لبابا ثم حد يسحق بخلافه هو. هكا بابا متحمل مسؤوليتنا احنا الدولة مش متحملة مسؤولية العباد. نجم يكون محمد عبدو انسان انا ولا المرأة نتاعو عبو عندي هذيك عبو ألف من ألف راجل معناها نحسبها نحبها ياسر ونقدرها ياسر. والله انا مسألة السلام انا لا أؤمن بالسلام فهم كيفاش؟ لأن الحياة مبنية على صراع يعني فهم كيفاش؟ صراع حقيقي من أجل العيش، صراع حقيقي من أجل وجوده، صراع هذه صراع الطبيعة فهمني؟ اما اذا باش تقول السلام هذه يعني مركبات فهمتني تستعملها الامبرياليات يعني في وجودها فهمتني.